لكم السلام عليكم، وصحة طولكم وصحة صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم تابعت، يعني تابعت ككل جزائريين، تابعت تطورات نتاع المقابلة نتاع الكاميرون بكل تفاصيلها، لكن ما حبيتش ندخل في هذاك النقاش اللي صار إلى يومنا هذا، وكنت نتابع الأخبار كل يوم. لاحظت بعض القنوات للأسف استغلت الشغف نتاع الجزائريين لكرة القدم وحبهم للفريق الوطني وروحهم الوطنية وإصرارهم على النجاح، استغلوا هذا الشغف نتاع الجزائريين وبقاو يخرجوا في الفيديوهات، كل دقيقة يخرجوا فيديو بدون أخبار جديدة، يعني ما فيش أخبار جديدة، لكن كل يوم يخرجوا أخبار يعودوا فيها وهي ماشي أخبار حقيقية، يعني تأويلات. اليوم حبيت نتكلم على المشكل هذا نتاع المقابلة هذا من كل النواحي، من الناحية القانونية أولا، من الناحية الإعلامية، كيفاش وسائل الإعلام نتاع الجزائر وفي الخارج كانت الترات، يعني الانفورماسيون وكل الانتهازي، وهنا بان يعني في أثناء هذه الفترة هذه بانت بعض الناس ربي يسامحهم. أولا نبدأ في قضية القانون لي ريغل دو لا فيفا، نتكلم على لي ريغل دو لا فيفا في المسألة هذه. كاين السيت نتاع لا فيفا، موقع نتاع فيفا، وكاين لي ريغل نتاع لا فيفا. اي انسان قادر يروح للسيت هذا ويدخل يشوف القوانين نتاع فيفا، يدير سؤال بسيط يقول لك في اي حالة يعاد مقابلة كرة القدم، تعاد بغض النظر عن مقابلة تاع الجزائر والكاميرون، في أي ما هي الحالات اللي تتعاود فيها المقابلة؟ كاين أربع حالات في القضية، هي كاين حالات كثيرة، ممكن تكون أمطار، ممكن تكون توقف المقابلة بأسباب كهرباء، حبس الكتريسيتي، تكون فيها أمور كثيرة، لكن في الحالة نتاع مقابلة الجزائر والكاميرون كاين أربع حالات لا خميس لهم، كاين أربع حالات تعاد المقابلة. دوك نذكر الحالة حالة بحالة، واش من الحالة حنا تاعنا اللي راهي تهمنا حنا. الأربع حالات هذه قوانين تاع الفيفا، ماشي أنا اللي نهضر باش نتفاهموا، وتكلم عليهم واحد الصحفي استقصائي فرنسي رومان مولينا، تكلم على هذه الحالات، لكن المحللين تاوعنا يقزنوا في الجزائر يقزنوا، يقول لك ما تسنى والو، بصح ما يعطيكش الدليل. واحد اخر يقول لك لا حنا نروحوا ما يعطيكش الدليل. لا تكلمنا على القوانين، انت انسان كما واحد كما زكريني اختصائي في التحكيم، المفروض كان يتكلم على القوانين تاع التحكيم، هو كتقني يتكلم على يكمل على القوانين، في اي حاله نروحوا في اي حاله ما نروحوش، ماشي راح يقول لك لا ما نروحوش لا ما تسنى والو. هذا تقني نتاع التحكيم يتكلم بها الطريقه، كان الاجدر به كان يتكلم على القوانين، قال انا القوانين هاو كيفاش قريت هام القوانين واش يقولوا، والقرار يعود للفيفا ماشي انفونتينو، كان مجلس تحكيم مجلس تاديبي ماشي انفونتينو هو رئيس الفيفا، ما حش يتدخل في القرار،
قرار كاين كولج جماعه تاع الناس راح يقروا، وهذا الجماعه ماهمش فرنسيين ولا اوروبيين ولا واحد من امريكا اللاتينيه، واحد من اسيا، واحد عربي، واحد من افريقيا. كاين سيتان كونسي هو اللي راح يقرر. إذن نعود للحالات الأربعة هذه. الحالة الأولى نفرض الحالة الأولى هي الحاكم لم يقوم بأي خطأ. هذه الحالة الأولى، شوفوا أربع حالات هذه. حالة أولى الكاميرون راح مباشرة، راح مباشرة إلى كأس العالم إذا كان الحاكم لم يرتكب أي خطأ. هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة هذه الحالة مستبعدة، لأن يعني أخطاء كلنا شفناها الأخطاء، كان أخطاء كثيرة. إذن الحالة تاع الكاميرون يروح مباشرة تعتبر، هذه الحالة الأولى تعتبر أن الحاكم لم يغلط، ما غلط، ما دار والو، ما كان والو، دونك الكاميرون يروح ديريكت. هذه الحالة مستبعدة. حالة ثانية وين الحاكم يدير غلطات لكن غير معمدة، دي فوت دين اتونسيون، مش لم يتعمدها، و غيرت من مجرى اللقاء. النتيجة غيرت هنا المقابلة تعاد والحاكم لا يعاقب لأنه دار غلطات غير معمدة، وهذه كذلك حالة مستبعدة لأن الغلطات كلها كانت معمدة. والحالة الرابعة الثالثة هي الحاكم يدير غلطات لكن بالعاني، الأول يدير غلطات ماشي بالعاني، هذه حالة ثانية. والحالة الثالثة يدير غلطات بالعاني، هنا تعاد المقابلة والحاكم يعاقب. والحالة الرابعة، الحالة الرابعة هي تثبت رشوة ضد الحاكم. إذا ثبتت الرشوة ضد الحاكم هنا الجزائر تروح مباشرة، هذا هو شيء القانون. إذن في الحالة الأولى مبعادة، في الحالات كاين زوج حالات تعاد المقابلة وحالة نروحوا مباشرة. إذن كل الحالات الثلاثة هذه احنا في صالحنا، في صالحنا، لأن الحالة الأولى تاع الحكم ما غلطش وما كان حتى غلطة، وهذيك مستبعدة لأن الغلطات شفناهم في الهدف الأول، في المخالفات، في كثير من الحالات، وشفنا باللي الحاكم كان يتعمد عدم الرجوع الى الفار رغم النداءات تاع غرفه الفار والنداءات تاع الحكام تاع التماس، ما دار لهم حتى قصه، وهذه كلها جاءت في الشهادات تاع الحكام تاع اللي شاهدوا البارح، شاهدوا باللي الحاكم كان يتعمد في الغلط. اذن رانا في الحاله الثالثه، والحالة الثالثة هي إعادة المقابلة وعقاب الحاكم، وعقاب الحاكم. بقات الحالة الرابعة لم تؤكد بعد، يعني مش مستبعدة الحالة الرابعة تاع الرشوة، ما راهيش مستبعدة، ما راهيش مستبعدة. إذن ثلاث حالات على أربعة معناتها 75% احنا نكونوا في المونديال، 75% نكونوا في المونديال. ثلاث حالات على أربعة نكونوا في المونديال على حسب المعطيات نتاع اللي جاب بها الجورناليست هذاك عارف مشاكره، معطيات هذيك واش تقول. إذن تاكد باللي فيها رشوه، وهذه تبقى على عاتق الفيفا باش تثبت الحاله تاع الرشوه. كان حاله اخرى اللي ماهيش في القانون ولازم نذكروها، وين ما نروحوش للمونديال لاسباب خارج، تكون اسباب خارج الرياضه،
الأسباب هذيك غير رياضية، لأسباب سياسية. ممكن لأسباب سياسية ما نروحش المونديال. إذا دخلت السياسة بسبب المواقف المعروفة تاع السياسة الخارجية تاع الجزائر، وكلنا نعرف بأن الماسونية مع شعشة في الدول الإفريقية، كان كثير من الرؤساء في إفريقيا هم ماسونيون، ومنهم رئيس تاع كاميرون تابع الماسونية. ونعرفوا بلي الماسونية عندها نفوذ كبير في سويسرا، إذا كان اتفاق ما بينهم على إخراج الجزائر من كأس العالم لا حول ولا قوة. هذه الحالة. أما إذا رجعنا للقوانين نتاع الفيفا فهي لصالحنا بنسبة 75%، وكاين نزيد رقم أعلى من هذا. حتى ولو الفيفا لم تنصفونا ممكن نروحوا للمحكمة المحكمة العليا تاع الرياضة، محكمة تاع هذيك المحكمة تحكم كل الرياضات، محكمة أولمبية مش تبع للفيفا بعد. لازم الدولة تاعنا توقف على الشعب هذا، ما الشعب هذا، احنا الدولة تاعنا نهضروا غير على البطاطا والزيت. وين راه موقف الوزير؟ واش قال الوزير؟ لازم تدخل السلطات العليا، لان قضية تأهل كأس العالم قضية تاع الشباب والشباب الجزائري. وحنا الشعب لا نحب الظلم، هذا هو احنا ماشي كاين كثير من الناس يقول لك بالماضي تأثر بسبب الإقصاء. بالماضي لم يتأثر بسبب الإقصاء يا عباد الله، تأثر بسبب الظلم، كلنا متأثرين بسبب الظلم. والله والله يعني أقسم بالله لو خسر الجزائر حتى بسبعة مقابل صفر وكانت نتيجة منطقية، والله ما نتقبل النتيجة. أي واحد يتقبل النتيجة، صح نزعف ونحزن في اليوم الأول وكذا، ما ننساها يومين ثلاثة ننساو المقابلة. كان كانت مقابلة يعني ما فيهاش ظلم، الشعب الجزائري لا يقبل الظلم. الشعب الجزائري لا نقبل الظلم مهما من أي إمكان وفي أي ميدان كان. إحنا تخسرنا مع إسبانيا على جلسة غربية، لا نحب الاحتلال ولا نحب من يساند الاحتلال. ما نتفهموش مع اللي يحتلوا الأراضي تاع الناس الغير، وما نتفهموش مع اللي ساندوا الاحتلال. هذه هي السياسة الخارجية تاع الجزائر. إذن هذا هو الموقف. احنا الشعب الجزائري ما رضاش بالظلم. لو خسرنا على اول مره خسرنا احنا كاس، ما رحناش لاكوب دافريك لاكوب ديمون، هذه اول مره، ايش اول مره؟ لكن لا نرضى بالظلم، وسنبقى ندافع الى اخر حظوظنا. الى ما رحناش، ما لم تنصفنا الفيفا، سنذهب الى المحكمة الدولية، المحكمة الرياضية العليا. إذن هذا هو القانون، وهذا هي الطريق اللي لازم نمشي عليها. وهذه الطائفة، الطائفة الكاميرونية اللي عندنا هنايا يجي نهارهم نورمالنا نمنعوهم من مشاهدة المقابلات كرة القدم ولا دخول الملعب ولا التكلم عن فريق الوطن. هو يقول لك ما تنشرش الوهم، لكن هو ينشر الإحباط، هو عنده الحق ينشر الإحباط. لكن نسمع لهم بالبي، لكن نسمع هدرتهم نفشل في الشنون. هذا هو الجزائري. غدوة من الماتش اللي خسرنا اليوم، من غدوة ما داك ديميسيوني لو لوندومان، في الوقت اللي احنا نحتاجو يكون عندنا موقف سوليد ونوقفو
ونندد ونوقف مع ندافع على الحق، انت من غدوة ما تديمسيوني، البابور جاي غرق، انت يا تهرب من الاول، تهرب من البابور. هذا شكون يهرب الاولين من البابور؟ فيران، فيران هما اللي يهربوا الاولين من البابور. انت كنت رئيس تاع الباخره، انت هو كنت القائد تاع السفينه، انت اللي تهرب. عيب عليكم، عيب عيب يا مسؤولين. اختصاصي التحكيم يقول لك ما كاين، ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش اختصاصي تاع التحكيم، ياكل ويشرب من القنوات وبعد يجي يقول لك ما فيهاش. خلي الفيفا تقرر، خلي انت كاميروني، كاميروني يقول ما فيهاش، انت علاه تقرر؟ انت خلي الفيفا مازال ما قررتش. هذا اللي قوانين، الا تعرف القوانين هذا اللي القوانين، قولي القوانين واش راهم يقولوا. هذا ما كان، هذا هو، هذه هي المهمه تاعك. انت تقني تكنيسيان بواب، تكنيسيان قال يا خويا هاي الحاله هاي الحاله هاي الحاله، ما قدرتش تتكلموا كما الفرنسي هذا رومان مولينا، هو سام جورناليست انتي جون جورناليست يتفودون يعطيكم كيفاه تمشوا. انتم مسؤولين خالصين، مسؤولين على الرياضه، تقول له معليش هذه فرصه واضحه نتعلم من على 4 سنين. كلام تاع من على 4 سنين، الجزائري ما يتخلاش على حقه، هذا هو الجزائري. انا الجزائري ما يبعدش على حقه، خاصه في حاله كما هذه. العالم بأسره وقف معنا، انتم ما عطوا الشخصيه، يقول واش رايك؟ يقول ها هو ما فيهاش، ما فيهاش، باش يقول ما فيهاش، تجي لك بلاطو باش تقول لي ما فيهاش. هذا هو المحلل، ها انت محلل، اذا كان محلل الهضر لي على القوانين. بون، بعد ما انا اكسبوزي لي 4 كا، كاين 3 كا في الحالات مع الفريق الوطني، والبارح تاكدت الحالات هذه، حاله الغش نتاع الاربيتر، حالة عدم استجابة الحكم للحكام تاع الفار، حتى الحكام تاع التماس، واش يديروا به الفار إذا كان الفار ما تستعانش بالفار؟ علاه جابوه الفار؟ صح القرار النهائي ولي ليك، بصح لازم تستعين بالفار. ها هو الجوال قال لك طيحوني، عندي فيريفي، فيريفي واش خصك؟ واش خصك تضيع دقيقة تروح تفيريفي مع الفار؟ اسكو كاين بيناتي ولا ما كاش؟ كيسكو سا تو كوت؟ كون كيما بكري ما كانش كاين الفار وغلطت، من بعد مسامح، باسكو تشوف لاكسيون اون سول فوا رابيد، من ما عندكش الوقت راك مسامح. اما الفار موجود، الجوار يقولوا لك باللي فيها فوت، ملي يقول لك فيها فوت انت تقول له ما كاش، راني قريب نشوف، راني نشوف، والله غير راكم غير غير راكم مرشيد للعظم كورا في جيس كوزو يا قاسامة يا بابا. ما نشحنا يا أوني من الباب، هو بكل خناش، احنا احترمنا القانون تاع لا فيفا. لو كان راح تلعب في السودان كانوا يضربوك بعد هذاك الاربيتراج اللي درتو، تاخذ الكف في الصطاد ونجي سوي بور، وكان ربدو جدو داروه في الحبس. هنا في الجزائر ديروه في الحبس حتى تثبت التهمة. حنا أحرار في بلادنا، حنا درناها بطريقة حضارية، سيد جا لهنايا دير رايو، شراو الشرا شراو باع، خدم خدمتو وراح. لا يا أخي لا، ماشي نزيدو نعاودو نولو دركا. بون، تكلمنا بلي كاين طواكا، لي طواكا الجزائر، أهل الجزائر، سواء بإعادة المقابلة سواء مباشرة. نولو القضية تاع الرشوة، هي المهمة كتير، والقضية تاع الرشوة
عادم شاكرة كان شي ناس قال لك هذا كذاب، انا كذاب، هو قال لكم بلي انا ما نمدش الفيديو دوك حتى يخلص تخلص التقرير تاع يخرج التقرير تاع فيفا، وهذا هذا امر منطقي. واش انت تتهمه بالكذب؟ انت قاعد هنايا في الجزائر من با ما تحركتوش، ما حتى واحد منا الجزائر ما راح للفيفا ولا وقف ولا دار ولا تكلم ولا علاه؟ علاه؟ وزيد انت تتهمو بالكاذب. كاين بعض الناس تتهمو، وكاين القنوات الرسميه والشبه الرسميه تجاهلته بجهاله، جاهلوه بطريقه يعني والله مفضوحه مفضوحه، لم يذكروه ولو مره، وما ذكروش الوقفه نتاع البارح تاع الخميس تاع البارح لم يذكروه. علاه؟ باسكو هو يقول الحق، ثم تخافوا على الخبزه. كان لي في كل المهن، كان واحد يدير مهنه حبا في المهنه، وكان واحد يدير المهنه حبا في المال، شهريه خبزيست، ثم تاع خبزيست يقول لي دي جورناليست هادو تاعنا اخويا يجيب جارو هذا كي سيتي غران فان، عايشين بالاموال نتاع التريزور بيبليك، بصح ما يتحركوش، ما يفيدوش البلاد، ما ينفعوش، ما عندكش روح وطنيه. باسكو علاه؟ سيدي خبزي شهريه، حوسه شهريه، هذا ما كان خليها تخلى، يحبوا يعطاكي كل ما هو جزائري. وعاد تكلم عليهم مشكره، ومشاكره واش دار؟ دوك نقول لكم اكزاكتومون مشاكره واش دار. مشاكرا الملف ما دوش للفاف وما دوش للفيفا ديالك، وقال مديتو للشرفاء، مديتو للمخابرات تاعنا الجيش، مديتو للمخابرات ملف تاع الرشوة، لأنه ملف ثقيل، والمخابرات بدوه للرئاسة، والرئاسة كلمت معاه اختارت روراوة باش يقدم الملف للفيفا. أيوا شو صرا الملف؟ الرئاسة خدات الملف وكلفت نافوكا في لاسويس، قالت له كل باسكو لا بلانت لازم تكون انكادري بار ان اليمون دو لا جيستيس، ان افوكا ولا ما يقدرش هو واحد ديريكت يروح يمد لا بلانت، ما يقدرش، ما يقدرش يتقدم ديريكت يجي هكا صاك هادو في فيديو في جيبو يدخل لا فيفا يقول لهم فوالا نشتكي، نجوز بار ان افوكا، هما قالوا له دير لافوكا والدوله اللي تخلصه. دولة اللي تخلص قالوا له ما تهدرش، والملف وصل للفيفا وكلاطة البارح في الفيفا، كان بزاف قنوات كانت تكلم عليه ملف تاع الرشوة كلاطة، خلينا من الملف تاع الأخطاء تاع الحاكم وتعمدو كامل، هذه كاع بانت، كاع كلها بانت الملف كلها بانت، لأن لي زاربيت إيزون إيتي كونفوكي البارح، لي زاربيت تاع الفار لي دو زالمون التونيزيان le juge de touche tunisien ou le commissaire du match le juge de touche un égyptien Abou Rijal ou le commissaire du match un tunisien خلينا واحد كان افريقي هذاك ما بانش يعني. كان ابو رجال من مصر وكان لو كوميسير دو ماتش تونيزيان لو كلهم وكان لي دو زاربيد نتاع لو فار سي دي زالمون هذو كامل Ils ont témoigné contre Gassam. Et donc, le cas خلاص. دوك دوك نقولوا للفيفا، الفيفا واش كاين زوج جناحين الفيفا. كاين جناح انفانتينو. البريزيدون سورتو اللي راح يكون فيها فوت، وكاين جناح نتاع بلاتيني.
جينا حتى انفونتينو قال لك حنا بلاش فضائح باسكو كان لي زيليكسيون منا حبوا يغموا فوق الدوسي تاع الفيفا الدوسي تاع لا كوريبسيون حبوا يغموه هذا الجناح تاع انفونتينو قال لك بلاش فضائح نعاودوا الماتش نرديو الكاميرون نرديو الجزائر شويه ونرديو الكاميرون شويه بما تروح ما تخسرش كاع يديك والجزائر ما تخسرش كاع ونفالو فير لو ماتش في قطر بتكاليف على ظهر الفيفا ولا فير تاع الكوريبسيون ونضل اطلور نغلقوا جبهه ما نزيدوش نهضروا عليها وكان جماعه ميشيل بلاتيني يطبعوا في الجزائريين باش يكلاطيو لافير نتاع قشو ممكن ممكن منهم اللي جا الفيديو هذا اللي رافع عند مشاكر بالجماعه نتاع بلاتين ممكن جا الفيديو بيان ممكن إذن هذه هي الحاله اللي راهي موجوده حاليا الان تجاذبات هذه اللي هضر عليها دراجي بصح انت هضرت يا دراجي هضرت على التجاذبات في الفيفا ما بين بلاتيني وهذه وهذه بصح فتح بس ما تقولش من بعد من الصعب التاهل ولا تسهل انك فيها معجزه على هذه الهضره الزايده هذه تا كاميروني ثاني تا كاميروني واقيلا قال صح هاي واش كاين ها وانت عندك يجوك لي زيكو وانت تجي في بريد لا فيفا عندك المنا يجوك دي زيكو هكايا